انت من 2007 في سنيور هكا 2008 ايه من 2007 12 عام معناها 12 عام كابل كيفاش تقيمها بداية في الفريق؟ تعتبر نفسك من لاعبين تاريخيين في الكلوب؟ الحمد لله معناتها نتصور معناتها 12 سنة في جمعية كبيرة كيما النادي الافريقي مش بالسهل معناتها برشا برشا بريسيون فيها جمعيتنا وعندنا جمهور تبارك الله معناها كبير ياسر ما نتصورش بالسهل واحد باش يعدي 12 سنة في جمعية كبيرة كيما النادي الافريقي الحمد لله واحد راضي على اللي يعمل فيه في النادي الافريقي الحمد لله يا ربي معناتها نشكر الجمهور اللي ديما واقف معايا مش ديما ديما يسالك مش ديما معك اكثريتهم ديما معايا معناتها ما تعتبر نفسك لحمتك حلوه بليل هلا حتى يغلط لاتاكون يجي في ناس بهي ضعيفه على الاخر علاش الحكايه هذي خاطر يمكن يشوفوني انا ولدهم ما نعرفش انا ساعات ساعات نحير فيها زاد الحكايه هذي ساعات نروح وحدي للدار نهبل معناتها نقول حتى مثلا ينترونور يجي يمد ش عملت في الماتش نقى روحي مريقل معناتها عدي ماتش شويه ماخذ الديال متاعي نبهت فهمت اما نصور على خاطر يتغشوا على ولدهم اول واحد خاطر انا ولد الكلوب فما برشا ولد الكلوب مش كان انت البريود اللي فات ما فماش برشا بون فما كان زهير ويحيى وحمزه فما حمزه ايه. عاطف حتى من هذوما طبعا ولد الكلوب ايوه عاطف اما انت صابر الموت قلقك شويه بلال الحقيقه تخلقني برشا وقتاش اكثر حاجه وجعتك مع الجمهور اكثر حاجه عامناول معناتها كل شيء وحلوه في راسي انا على خاطر عامناول انا شو نقول معناها عامناول انا نصور نكور وما نحسبش لغالب جات بريود خايبه على الناس كل مش كان على جوار انا تحملت المسؤوليه اكثر من اللازم لعبت ما هربتش من ماتشوات كيما برشا عباد تحملت مسؤوليتي لعبت معناتها ماتش مازيمبي الروتور انا نلعب عامل عمليه ما حبيتش ما في بالو حد نلعب عامل عمليه لا يقول لك وهرب من الماتش معناتها فهمت لعبت وكملت الماتش للاخر كاو معناتها تحملت مسؤوليتي شو صار بالماتش هذاك العباد تو مش فاهم لليوم انا بدي لليوم مانيش فاهم صدقني كي تعاود 20 ماتش 20 مره الماتش ما نعرفش انا التولي مانيش فاهم انا في وسط الماتش دور للولاد عامل ما يديش بيكم مش فمه ما انا بيدي التولي اني فاهم كيفاش فهمت فما بعدك حكيت على سابوتاج كان مثلا للمدرب لا تلعب في جامعه كبيره كيفاش لا امبوسيبل حتى كان صحيح مش بالطريقه هذيك لا ما فماش منها الحقيقه والله لا فما منها فماش منا الحكايه باين واصل محكي علاقتك مع الجمهور فما بروفيل غلب عليا يعني في الفيسبوك ما عرفش اكيد تعرفوا شنو حكيتوا بلال انا عارف اي ببليكاسيون تهبط بلال عيف والله قالوا لي انا مانيش تابع فيه مره قالوا لي اسمه همامي حاجه سليم الهمامي بعد ما نعرفش الحقيقه قال لك يهبطوا تصوير اي جوار منا اي حاجه بلال عيف اي حاجه بلال عيف عندك مشكله مع حاجه ما عارفش مانيش تبع فيها خاطر انا اول حاجه لا عندي لا فيسبوك لا عندي انستغرام معناها ما عنديش منهم الزوز عندي صحابي يحبوا النادي الافريقي يحكيوا لي ما نعرفش شنو حكيته طفل هذا ما كره مانيش فاهمه معناتها حتى واحد يكره عبد مش سبوع فهمت والله الحقيقة مرة أنا ليه تحس مستقصدك معناها إيه صحيت مرة أنا قاعد وهو قال لي مهبط ستاتيو قال بلال عيفة يشكي بيا لدرا شنو هو مصحي مصحي ما كيف ما أنا ما نعرفوش أصلا شكون أنا ما عنديش فيسبوك يعني كيف باش نشكي بيه ولا كيفاش شمني فيه يكتب اللي يحب عليه هو حر معناتها فهمت تنجم تكون خاطر بديت صغير بلال العباد تشوف فيك كبرت هو مش صحيح على ذاك يمكن ما يمكن معناتها يمكن الحاجة هذه اللي أنا بديت صغير في جمعية كبيرة أثرت معناتها ديما يشوفوا في بلال سيرتيرا ولا بلال مع النادي الإفريقي يمكن حاجة من الحاجات اللي ولات معناتها ديما بلال في الحكايات